بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية نرحب بطلابنا الأعزاء في جامعة القرآن والعلوم الإسلامية، وتكملة للمحاضرات اليوم المحاضرة التاسعة، وتكملة هي للمحاضرة السابقة الثامنة في موضوع تمويل المشاركة. كنا قد تكلمنا من سابق عن ما هو تمويل المشاركة، ما هي شروط المشاركة، ما هي أنواع المشاركة، وما هي أيضا الإجراءات التي يتم تنفيذ فيها عملية المشاركة. وذكرنا من هذه الأنواع هي عبارة عن صفقة معينة لمدة معينة، أو عبارة اللي تسمى بالمشاركة المشاركة صفقة معينة، أو مشاركة الثانية هي مشاركة دائمة أو ثابتة، والنوع الثالث هي عبارة عن مشاركة منتهية بالتمليك. وتكلمنا أيضا عن القيود والقيود المحاسبية التي تجرى على المشاركة لصفقة معينة، وأعطينا صورة مبدئية كيف تتم القيود. واليوم سنستكمل ما بدأنا به في المحاضرة السابقة، وهو مثال تطبيقي يوضح موضوع المشاركة لصفقة معينة. المثال بداية هذا المثال نتكلم على موضوع تأسيس مشروع مشترك بين المصرف ومجموعة من المساهمين برأس مال قدره عبارة عن 200,000 دينار، يشارك فيه أصحاب المشروع بقيمة 120,000 دينار، والباقي يموله المصرف على أن يتم مقاسمة الأرباح بينهما مناصفة، على أن يتم استرداد رأس المال المصرف بالكامل بعد 3 سنوات. وهنا نقطة مهمة، أول شيء نلاحظ أن رأس المال بالمشاركة يختلف بين المساهمين وبين البنك، ونلاحظ أن المصرف ساهم بنسبة أقل من المساهمين والمشاركين، بالإضافة أن مقاسمة رغم ذلك يحق لهم مقاسمة الأرباح بينهم مناصفة، قلنا لأن هناك طريقتين في احتساب توزيع الأرباح، سواء كان بطريقة المشاركة برأس المال أو بطريقة الاتفاق فيما بين الشركاء. وهنا نلاحظ أن رغم أن نسب رأس المال والمشاركة رأس المال مختلفة، وإلا أن مقاسمة الأرباح تم الاتفاق على أن تكون بالتساوي. على أن يتم استرداد المصرف بالكامل بعد 3 سنوات، وقلنا صفقة معينة لمدة معينة، سنة سنتين ثلاث أربع، فهي مدة معينة ومحصورة بسنوات معدودة، ويحق المشروع ذلك أو يحقق فيها المشروع إيرادات في السنة الأولى عبارة عن 3,000، في السنة الثانية عبارة عن 3,200، وفي السنة الثالثة يعني حقق فيها 4,000 دينار على التوالي. بداية هذا الحل لابد بداية حل هذا المثال لابد أن نثبت كيفية دفع المصرف لمبلغ تمويل المشروع. فدائما القيد الأول بيكون كما قلنا من سابق من حساب التمويل، لأنه اللي بيعطي إما الخزينة أو الحسابات الجارية. تلاحظ أن القيود تكاد تكون متشابهة بين المشاركة بين المضاربة وأيضا بين المرابحة، فهي بنفس الآلية، أول بداية التمويل يكون من حساب التمويل بالمشاركة إلى حساب الخزينة إذا كانت الخزينة هي من دفعت ذلك المبلغ، أو الحسابات الجارية للشركاء إذا كان الحساب الجاري هو من دفع ذلك المبلغ للمشاركين. وبالتالي نلاحظ أن القيد يكون من حساب المشاركة إلى حساب الخزينة أو إلى حساب الحسابات الجارية للشركاء. نلاحظ أن المبلغ 80,000، قد يقول البعض المبلغ 80,000 من أين جاء المبلغ؟ نلاحظ أن 80,000 إن رأس مال المساهمين أو المشروع الذي المبلغ الذي يحتاجه المشروع هو عبارة عن 200,000 دينار، شارك أصحاب المشروع ب 120، فالثمانين هي الفارق ما بين 200,000 وما بين 120,000 دينار، فأصحاب المشروع ساهموا ب 120 بينما المشروع يحتاج إلى 200,000، فالفارق ما بين 200,000 وما بين 120 هي عبارة عن مساهمة البنك في هذا التمويل، فهو مبلغ 180,000.
أيضا عند نلاحظ هذا في عمليات كيفية دفع البنك لهذا التمويل. عند الحصول على الإيراد الأول، قد الإيراد الأول عبارة عن 3000، تقسيم الأرباح بين البنك وبين أصحاب المشروع مناصفة، فالثلاثة ألف فهي عبارة عن 1500 هي إيراد للبنك و1500 هي عبارة عن إيراد المشروع. ونلاحظ أن في القيود الآن نتكلم على قيود محاسبية متعلقة في البنك، فنحن فنذكر فقط إيرادات البنك والأموال التي دفعها البنك، ولا نذكر موضوع الشركاء لأنه بيكون لهم دفاتر يومية خاصة فيهم. فدائما تكلمنا وخطابنا سواء كان في المضاربة سواء كان في المرابحة أو كان بالصياغة الأخرى هو كيفية تعامل البنك وما هي القيود التي يتم تسجيلها في حسابات في الحسابات البنكية. وبالتالي عند استلام مصرف الإيراد بيكون من حساب الخزينة إلى حساب الإيرادات المشاركة، ومعروف أن الإيرادات هي دائما دائنة. وبالتالي نلاحظ المبلغ 1500، كيف طلعت 1500؟ هي عبارة عن 3000، 1500 هي لأصحاب المشروع و1500 هي إيراد البنك، وبالتالي تم تسجيل إيراد البنك مبلغ 1500 هذه للسنة الأولى. نلاحظ أن في السنة الثانية كانت أرباح المشروع عبارة عن 3200، أيضا نصفها للبنك ونصفها أصحاب المشروع، وبالتالي بيكون نفس القيد لم يتغير من حساب الخزينة إلى حساب إيرادات المشاركة، وبالتالي المبلغ 1600 لأن الربح هنا في السنة الثانية زاد من 3200، وبالتالي تم قسمة 3200 ضرب 50% أو قسمة 2 باعتبارها مناصفة باعتبارهم أصحاب المشروع طرف والبنك طرف آخر، أو ضرب 50% لكل طرف لأنه تم الاتفاق على التساوي في توزيع الأرباح. أيضا في السنة الثالثة حقق البنك مبلغ 4000 دينار، وأيضا تم تقسيمها بالتساوي وهي 2000 دينار اللي هي لحساب وإيرادات البنك، ويكون القيد كالتالي من حساب الخزينة إلى حساب إيرادات المشاركة نفس القيد اللي موجود في القيد الثاني والثالث لأنه عبارة عن إيرادات والإيرادات دائنة وتم دفعها من قبل الخزينة. طبعا نلاحظ قد يقول البعض يعني ليش ذكرت الخزينة؟ طبعا دائما عادة إذا لم يذكر الجهة المعنية اللي تم استلام فيها المبلغ أو استلام فيها الأرباح فنذكر عادة الخزينة. أما إذا تم تحديد أن إيرادات الصافية كانت للحسابات الجارية فهنا بيتغير القيد، بدل الخزينة بيكون حسابات الجارية لحسابات إيرادات المشاركة. ولكن ما دام ما ذكر لا حسابات جارية ولا خزينة ولا أي شيء آخر فهنا لا مانع أن يذكر الخزينة أفضل، كونها إن دائما الأموال في البنك تخرج من خزينة البنك وبالتالي ذكر من حساب الخزينة حساب إيرادات المشاركة. لكن إذا تم تحديد أن الإيرادات دفعت للحسابات الجارية وبالتالي هنا أو استلام الإيرادات من الحسابات الجارية، فبالتالي هنا نلاحظ أن استلام المبالغ من الحسابات الجارية يكون من الحسابات الجارية لحساب إيرادات المشاركة. كذلك في القيد الرابع بنفس الآلية، وإلى هنا ثم يأتي بعد ذلك كيفية إقفال عملية المشاركة بصفقة معينة. كما قلنا من سابق هو عبارة عن قلب القيد الأول، كان من حساب التمويل عند عملية إقفال وإنهاء عملية المشاركة. من حساب التمويل كان في القيد الأول حساب الخزينة، يتم عكس القيد الأول من حساب الخزينة إلى حساب تمويل بالمشاركة بنفس المبلغ الذي تم أخذه مقابل التمويل. وإلى هنا تنتهي كيفية التعامل مع المشاركة في صفقة معينة وفي صفقة تجارية واحدة بين المصرف وبين الأطراف الأخرى أو أصحاب المشروع. أما فيما يتعلق في موضوع الثاني وهو موضوع كيفية المشاركة الثابتة أو ما نسميها بالمشاركة الدائمة أو المشاركة المستمرة، فهناك طريقتان في التعامل مع هذه المشاركة، سواء كان عند هناك عن طريق حقوق الملكية أو ما يسمى بطريقة التكلفة.
عن طريق الأولى عن طريق حقوق الملكية نلاحظ أن هناك ثلاثة قيود، أما بطريقة التكلفة فتكون عبارة عن قيدين سيتم توضيحها من خلال القيود، وأيضا سيتم تثبيتها من خلال الأمثلة التي سيتم توضيحها بعد شوية. في موضوع الاستثمار، عند الاستثمار في مشروع القيد يكون دائما من حساب الاستثمارات إلى حساب الخزينة، وعند الإعلان عن توزيع الأرباح بيكون القيد من حساب الاستثمارات إلى حساب الإيرادات، وعند استلام الأرباح نلاحظ أن الإيرادات بيتم عكسها من القيد الثاني من الدائن، نلاحظ أن الاستثمارات بيتم عكسها، قصدي من المدين إلى الدائن بيكون القيد من حساب الخزينة إلى حساب الاستثمار. وهنا نلاحظ أن القيد الثاني والقيد الثالث أن الاستثمار سينتهي، وكأن القيد الحقيقي هو عبارة من حساب الخزينة إلى حساب الإيرادات، لأن الاستثمار في المدين في القيد الثاني بيروح مع القيد الثالث في الغداء، ففعليا بيبقى المدين في القيد الثالث الخزينة والدائن حساب الإيرادات. هذه الثلاث القيود التي تتم في حال إذا كانت بحسب طريقة حقوق الملكية. أما إذا كانت الطريقة هي طريقة التكلفة فنلاحظ أن عند الاستثمار في المشروع يكون نفس القيد الأول اللي موجود بحساب حقوق الملكية من حساب الاستثمار إلى حساب الخزينة. أما القيد الثاني عند الإعلان فحسب طريقة التكلفة لا يوجد هناك قيد، نقول لا تجرى هناك قيود محاسبية حسب طريقة التكلفة. أما القيد الثالث كما وضحنا أن فعليا أنه هو يكون من حساب الخزينة حساب الإيرادات، كيف طلع؟ هو استئصال وهو استخلاص من القيد الثاني والثالث بحسب حقوق الملكية. قلنا أن الاستثمار في المدين ينتهي مع القيد الثالث استثمار في الدائن، فيبقى القيد من حساب الخزينة لحساب الإيرادات. هذا يكون في عملية كيفية استخدام القيود بحسب الطريقة الأولى وهي حقوق الملكية، أو الطريقة الثانية وهي بحسب التكلفة. يمكن توضيح ذلك من خلال هذا المثال، مثال تطبيقي حالة المشاركة الثابتة التي يساهم فيها المصرف. اشترك المصرف الإسلامي مع مساهمين في تأسيس مشروع بقيمة 500 ألف دينار بنسبة 30% للبنك، وقد تم الإعلان عن توزيع أرباح المشروع في نهاية العام بقيمة 30 ألف دينار، علما بأن توزيع الأرباح بينهم بحسب مساهمة كل منهما في رأس المال. يعني لاحظ أن مشروع تأسس ب 500 لكن نسبة 30% هي كانت لصالح البنك. طبعا نحن قلنا عادة دائما ودائما نثبت أموال البنك. طبعا القيد الأول عند الاستثمار كما شرحنا من قبل قليل أن الاستثمار تكون من حساب الاستثمارات إلى حساب الخزينة، دائما من حساب الاستثمارات. كنا إذا كانت بطريقة الصفقة كنا نقول من حساب التمويل لحساب الخزينة، لكن الآن نتكلم على موضوع استثمارات في الصفقة المشاركة الدائمة، لاعتبار أن المشروع ليس مشروعا واحدا وليس صفقة واحدة حتى نسميه، ولكن هي عبارة عن استثمارات متعددة، وبالتالي أكثر من استثمار وأكثر من قطاع وأكثر من مشروع، وبالتالي سمينا استثمارات بدلا من تمويل. فيكون القيد كالتالي من حساب الاستثمارات إلى حساب الخزينة، أو يمكن يعتبرها البعض من حساب التمويل متمويل المشاركة الثابتة إلى حساب التمويل إلى حساب الخزينة، ليس هناك، ولكن سميت هنا استثمارات لأهميتها ولأحجام القطاعات المختلفة المشتركة في هذا الجانب. ونلاحظ قد يقول البعض لماذا كيف وصل هذا المبلغ 150 ألف، هي عبارة عن مساهمة أو نسبة ما دفعه البنك في هذا الاستثمار هي 30%، فنقوم باستخراج النسبة هذه الذي دفعها البنك وهي 500 ضرب 30% هي عبارة عن 150 ألف. عند الإعلان عن توزيع الأرباح يكون القيد أيضا كالثالي من حساب الاستثمارات إلى حساب الإيراد، ما دام توزيع أرباح هنا لم يعني هنا عبارة عن إعلان، وبالتالي في حقوق الملكية يتم وضع قيد يكون من حساب الاستثمار إلى حساب الإيرادات، وقلنا الإيرادات دائما دائنة. ونلاحظ أن المبلغ الذي حصل عليه البنك هو ناتج عبارة الأرباح الذي هي ناتج عن الأرباح الذي حصل على المشروع، ونسبة مساهمة البنك منها 30%، كما وضحنا وقلنا من سابق
أن توزيع الأرباح بحسب المساهمة، وما دام بحسب المساهمة فكانت مساهمته برأس المال 30%، وبالتالي يحصل على الأرباح بمقدار 30%. نأخذ 30,000 ونضربها في 30%، تكون عبارة عن 9,000 ريال، فيكون القيد من حساب الاستثمارات إلى حساب الإيرادات. وعند استلام الأرباح نلاحظ أن القيد بيكون من حساب الخزينة إلى حساب الاستثمار. ونلاحظ هنا لو نظرنا كمحاسبين أن الاستثمار في القيد الثاني كان مدين، وفي القيد كان الثالث كان دائن يعتبر مشطوب، فالقيد كأنه القيد من حساب الخزينة إلى حساب الإيرادات، وهي مبلغ أيضا 9,000، هي نفس النسبة اللي تم الحصول عليها فعليا واستلامها. هذا كان بخصوص حسب طريقة حقوق الملكية. الآن ننتقل إلى الطريقة الثانية، وهي حسب طريقة التكلفة. طبعا عند الاستثمار هو نفس القيد الأول الذي هو موجود في القيد الأول بحقوق الملكية، من حساب الاستثمار إلى حساب الخزينة بنفس الطريقة بنفس الآلية. 150 هي ناتجة عن قيمة المشروع مضروبا بالنسبة التي قام البنك بالاستثمار بها، وهي 30%، أو أن 70% هي من حق أصحاب المشروع. وقمنا دائما في القيود المحاسبية نثبت ما تم مساهمته من قبل البنك، فنقول 500 ضرب 30% بنفس الآلية يطلع لي 150,000. عند الإعلان قلنا في طريقة التكلفة ليس نقول لا تقرى هناك قيود محاسبية، أما في القيد الثالث من أجل إثبات واستلام الأرباح نلاحظ أن أيضا نأخذ الأرباح ونضربها بنسبة مساهمة البنك في رأس المال، وهي نقول عبارة عن 30,000 ضرب 30% عبارة عن 9,000 ريال، ويكون القيد كالتالي من حساب الخزينة إلى حساب الإيراد. وهكذا كانت هي عبارة عن طريقة التعامل، سواء كان مع الصنف الأول أو كان مع طريقة التعامل مع الصنف الثاني. وبالتالي نلاحظ أن هناك اختلاف يعني بسيط في هذا الأمر، ولكن استفدنا أنه كيف يتم التعامل بهذه الطريقة. ثم نأتي طبعا إلى طريقة، تكلمنا على طريقة المشاركة بصفقة تجارية معينة، تكلمنا على طريقة المشاركة الثابتة. الآن نحاول، طبعا هناك مثال للطريقة المتناقصة، هناك مثالين، لكن نحن سنتطرق إلى مثال واحد فقط بس من أجل التوضيح. بقية القيود ستكون يعني ممكن تطلعوا عليها وتقرؤوها، وإذا كانت هناك إشكالية ممكن الرجوع إلينا والاستفسار والسؤال عنها. نلاحظ أن في المثال التطبيقي حول حالة المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك، أمامي جدول يبين لنا إيرادات السنوية المحصلة من تأجير الشقق. بين لي بالسنة الأولى أن هناك إيراد بمقدار 90,000، وأن في السنة الثانية هناك إيراد بمبلغ 100,000، وأن في السنة الثالثة عبارة عن إيراد أيضا 100,000، والرابعة والخامسة والسادسة. نلاحظ أن هذه عبارة عن إيرادات من تأجير شقق، وكيفية تحويلها إلى مشاركة متناقصة لكي تتحول ملكيتها إلى الشخص الآخر. المطلوب إعداد بيان ملخص يطوبين فيه عملية المشاركة المتناقصة ومساهمة كل طرف في هذا الجانب. طبعا من أجل التوضيح نلاحظ أن في السنة الأولى كان رأس المشروع، طبعا لابد احنا كنا طبعا نعطيك رأس المشروع اللي هو عبارة عنها 500,000 مساهمة المصرف. طبعا هذا تبع للمثال السابق، مساهمة المصرف عبارة عن 160، ومساهمة الشركة عبارة عن 340، الإيراد عبارة عن 90,000. طبعا هذه البيانات، المثال السابق هو جزء من المثال الذي قبله، وبالتالي 500 هي جبناها أيضا من المثال السابق، ومساهمة المصرف أيضا من المثال السابق، ومساهمة الشركة أيضا من المثال السابق، والإيراد من المثال الذي كان أمامكم. طبعا هذه معطيات لابد تعطى لك، فلا تستغرب أن الجدول سيعطى، في الجدول سيعطى لك رأس مال المشروع في السؤال
سؤال حتى تستطيع الإجابة. رأس مال المشروع سيعطى لك مساهمة المصرف، سيعطى لك مساهمة الشركة أو الشركاء الآخرين، سيعطى لك الإيراد، وبالتالي أنت من خلال ذلك تقوم بإيجاد حصة المصرف أو حصة المصرف أو حصة الشركاء السابقين. طبعا لو رجعنا للمثال السابق بنشوف هناك معطيات مهمة حتى يعني نستطيع حلها، وهي تكون أيضا في مثال واحد من ضمن الأشياء أن نشوف تساهم الشركة ب 340 وساهم المصرف ب 160، مقاسمة الإيرادات 2:1، بمعنى واحد للمصرف وللشركة يكون عبارة عن 2. هذه المعطيات تم أخذها من المثال الأول، ونريد تطبيقها على المثال الثاني في المشاركة المتناقصة. وبالتالي يتم توزيع حصة المصرف وحصة البنك. بالتالي أن حصة المصرف أن 90,000 يتم قسمتها على 3 وضربها في 1 من أجل معرفة حصة المصرف من الإيراد. أما حصة الشركة يتم قسمة 90,000 أيضا على 3 وضربها ب2 تعطينا حصة الشركة من الإيراد. وبالتالي على اعتبار أن حصة المصرف هي تعتبر نصف حصة الشركة، وأن الشركة تقوم طبعا بالسداد 50% من نصيبها، بمعنى أن الشركة حصلت على 61,200 فهي تسدد للمصرف عبارة عن نصف إيراداتها، فيكون المبلغ عبارة عن 30,600. ثم نلاحظ أيضا في السنة الثانية 30,000 يتم طرحها من مساهمة المصرف، ومن مساهمة المصرف 30,600 يتم طرحها من 160,000، وبالتالي نلاحظ أن مساهمة المصرف ستقل، وبالتالي مساهمة الشركة ستزيد من 340 إلى 370,600 وهكذا. وبالتالي أيضا الإيراد سيتم قسمته كالتالي، نلاحظ أن الإيراد سيتم قسمته على 3 وضربه في 1، ثم يتم قسمة حصة الشركة على 3 وضربه في 2، وهنا نلاحظ أن الشركة حصلت على 74,000 وأن المصرف حصل على 26,000 من الإيراد. وبالتالي نلاحظ أن من 74,000 من حصة الشركة تقوم بأخذ نصف هذا الإيراد ودفعه للبنك، وهكذا سيتم مساهمة المصرف في كل عام يتناقص تدريجيا. في السنة الثانية بدأ ينقص، نلاحظ أن السنة الأولى نقص عن السنة الثانية، والسنة الثالثة نقص عن السنة، والسنة الثانية عن السنة الثالثة، والثالثة عن الرابعة حتى الخامسة. ونلاحظ أن في السنة الخامسة آخر مبلغ قام دفعه الشركة من نصيبه، يعني كان أول يدفع النصف، ولكن نلاحظ بعد ذلك بدأ يقل المبلغ. في السنة الرابعة دفع النصف، ولكن في السنة الخامسة لم يتبقى إلا جزء بسيط، قامت الشركاء بدفعه للمصرف، وبالتالي صارت مساهمة المصرف لا شيء، وصارت مساهمة الشركة عبارة عن مبلغ تمويل المشاركة المنتهي بالتمليك، وهي مبلغ 500,000، وبالتالي حصل على أرباح وإيرادات وعائدات بمبلغ 100,000، وكان أيضا حصة الشركاء هي نفس المبلغ، وكانت حصة المصرف هي صفر، يعني ليس له أي شيء. وبالتالي يعني كما شاهدنا كيف استحوذ هؤلاء الشركاء على هذه الأموال من خلال دفعهم من إيراداتهم والاستفادة من هذا التمويل وتحويل الملكية من الشركاء المصرف البنك إلى حساب الشركاء أو الشريك الذي كان مشاركا لهذا البنك. وبالتالي نكون إلى هنا
قد انتهينا من عرض الأمثلة السابقة للثلاثة الأنواع للمشاركة، وبالتالي لابد أن نعرف وأن نستفيد من هذا التمويل المشاركة، أن نعرف ما هو التمويل بالمشاركة، ما هي الأنواع اللي هي موجودة في تمويل المشاركة، وأي الأنواع دائما تكون أكثر استخداما، أكثر تعاملا على أرض الواقع، ما هي الشروط البيع بالمشاركة، هل يحق عملية المناصفة في عملية الأرباح أم بحسب رأس المال. وهذه الأشياء مهمة تكلمنا عليها من سابق، أنه يمكن ذلك في حالة الربح، لكن في حالة الخسارة قلنا لا يجوز إلا بحسب أقوال الفقهاء والعلماء، إلا بما يساهم به كلا الأطراف. وأيضا عرفنا ما هي الإجراءات التنفيذية لعملية المشاركة، وأخيرا عرفنا المعالجات المحاسبية لعملية بيع المشاركة عن طريق صفقة معينة أو عن طريق المشاركة الثابتة والدائمة لعدة سنوات متواصلة ومستمرة، أو عن طريق المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك. إلى هنا تنتهي المحاضرة. نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خير على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.